فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد صفة لحج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس عام 9، حيث إن صفته لم تعرف إلا عام 10؟ يا أخي، الناس يحجون حتى في الجاهلية، يحجون قبل البعثة ويؤدون المناسك على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، فالحج معروف، الحج معروف عند الناس. نعم.